بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على الحضور الكريم. نتشرف بحضوركم ومتابعتكم لأشغال الحصة السادسة من الدورة التدريبية حول منهجية البحث العلمي في مجال العلوم التجريبية. هذه الدورة والتي هي من تأطير كل من الأستاذ الدكتور محمد رمضان الأغا، الأستاذ الدكتور ياسر النحال، الدكتورة فلة بو القمح، والدكتور محمد المغير. هذه الهيئة التدريبية تفخر بحضوركم جميعا. وقبل أن تبدأ حصة اليوم، نذكر بالنسبة للسادة الذين يتابعون هذه الدورة على الفيسبوك أن رابط التسجيل قد وضع أسفل البث المباشر، وأن هذه الدورة هي دوما من تقديم الدكتورة ناجية سليمان، والتي نسعد بوجودها هذا المساء وسنسمع صوتها بعد ثواني معدودة. دكتورة ناجية، مساء الخير. مساء النور أستاذ كريم. كيف حالك دكتورة؟ أتمنى أن تكوني بألف خير، وأيضا هيئة المؤطري هذه الدورة. الحمد لله، أتمنى السلامة للجميع. إذن لدينا الحصة السادسة اليوم دكتورة، ما بجعبة هذه الحصة ومن سوف يكون مؤطرها هذا المساء؟ قبل أن نستعرض حصتنا لهذا اليوم، أوجه التحية لجميع الحضور وللسادة المؤطرين للدورة فترة الخمس أيام الماضية. لمن التحق بنا مجدداً نذكره بالمحاور السابقة والتي كانت من تأطير كل من الأستاذ الدكتور رمضان الآغا والأستاذ الدكتور ياسر النحال والدكتورة فلة بالقمح والدكتور محمد المغير. كانت لنا محاور مختلفة، كانت إحداهما عن إدارة الوقت والمحطة الزمنية لرسالة الدكتوراه، وكانت من تأطير الدكتورة فلة. محور قدمه لنا الأستاذ الدكتور ياسر النحال وتناول فيه تطبيقات لازمة للدكتوراه في العلوم التطبيقية. محور كان عن المهارات البحثية وقدمه لنا الدكتور محمد رمضان الآغا. في الأسبوع الثاني كان لنا حصة مع الدكتور محمد المغير وتناول فيها مبادئ المنهج التجريبي. والحصة الموالية أيضا كانت مع الدكتور ياسر النحال التي كانت يوم الأحد. حصتنا اليوم أيضا ستكون مع الدكتور محمد المغير، والتي سيتناول فيها متطلبات وأساسيات التعاقد بين المخابر العلمية التطبيقية على المستوى المحلي والدولي. دكتور محمد متواجد معنا أستاذ كريم؟ ننتظر حضوره وتفعيله للميكروفون. فأنت تعلمين دكتورة أن قطاع غزة يعاني منذ الأسابيع الماضية مشاكل متعددة، أهمها انقطاع التيار الكهربائي، وبما في ذلك أيضا تذبذب في شبكة الإنترنت. نتمنى وغزارة الأمطار. نعم، وهطول الثلوج أيضا ببعض المناطق، ولذلك نتمنى لجميع إخواننا في الأراضي الفلسطينية وفي فلسطين عامة السلامة والصحة والعافية، ونتمنى أن يكونوا معنا هذا المساء في إطار فعاليات هذه الدورة لتأطيرها كالعادة. فألاحظ أن الدكتور محمد رمضان الأغا الذي عهدنا تواجده الدائم ليس موجودا، وأيضا هناك الدكتور محمد المغير لم يلتحق بعد، فنمنحهم بعض الوقت منتظرين إن شاء الله، ونتمنى أن يكون المانع خير. وهي أيضا فرصة لكي نشير إلى أن الحضور بالنسبة للدورة ينتهي بشهادة تدريب، وقد
شرح الدكتور محمد رمضان الأغا في الحصة السابقة الحيثيات ومختلف الشروط والجوانب المحيطة بعملية تسليم شهادات الحضور. وهنا نفتح قوسا بخصوص من يسألون عن شهادات حضور أنشطة المركز الديمقراطي العربي فيما فات من المحاضرات والأنشطة السابقة، أن عملية الإصدار ما زالت جارية وأن الجميع يتوصل بذلك، وكل ما نطلب من تأخرت وتأخر تسليم شهادته التحلي بالصبر والانتظار، وأيضا وهنا نفتح قوسا بضرورة احترام جهد الفريق العامل في المركز الديمقراطي العربي، لأنه فريق عربي كل عضو منه ينتمي إلى دولة عربية مختلفة ويعمل متطوعا يقدم من جهده وماله ووقته من أجل إنجاح هذا العمل العربي المشترك في غياب أي ميزانية موضوعة أو منح حكومية أو اشتراكات. فعمل المركز هو عمل تطوعي، وأعضاؤه يقدمون تضحيات لكي ينجح هذا المشروع في إحداث نهضة علمية، والمساهمة في التعريف بالباحثين والأساتذة والعلماء العرب ضمن أنشطة المركز، ونشير مرة أخرى إلى أنها مجانية وتطوعية. لذلك كل ما نتمنى من الحاضرين والمشاركين والمسيرين والمؤطرين أن يتم تفهم أن أكثر المشاركين سواء في إدارة الأنشطة المحاضرات أو المؤتمرات هم أساتذة متطوعون بجانب التزاماتهم يلتزمون بعمل التسيير داخل المركز. فنستسمح الجميع عن أي تأخير حاصل، ونتمنى أن يكون هذا أيضا تفسير وإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تطرح، والتي نتمنى أيضا أن يتم تفهمها وتفهم مرة أخرى. وأؤكد أن الجميع يتطوع لخدمة الباحث العربي، ونتمنى من الباحث العربي المستفيد من الأنشطة أن يتحلى بأخلاقيات الباحث الأكاديمي في أن يحضر يشارك ويحترم أيضا كل أطر المركز، لأنه تم تلقي بعض الرسائل التي لا تنم عن أخلاق للباحثين، ونتمنى ألا يتكرر مثل هذا التصرف حتى نكون جميعا متعاونين في إطار مشروع واحد، كل يقدم من جهته ومن جانبه لكي ننجح كل الأنشطة التي نقدمها. ما زلنا ننتظر الدكاترة الدكتور محمد رمضان الأغا والدكتور محمد المغير والذين لم يلتحقوا بعد، وأعتقد لم نتوصل أيضا برسائل تشير. الدكتور محمد يقول لحظات ويصل معنا. جيد، طيب هذا أمر جيد. بخصوص العمل التطوعي الذي تناولته أستاذ كريم، أيضا كان الأستاذ الدكتور محمد المغير والدكتور رمضان الأغا قد عرضوا فكرة عمل فرق بحثية مختلفة من مختلف الأقطار العربية في عدة مجالات تكون كنتاج لهذه الدورة، يكون عملهم مشترك ويكون بحوثهم متضمنة لعديد من المواضيع، حتى لا تكون هذه الدورة التدريبية مجرد عمل عابر وتنتهي بمجرد حصول المشاركين على هذه الشهادات. وبالفعل هي فرصة للباحثين للاستفادة من خبرة الأساتذة المؤطرين لتقديم أعمال بحثية ذات جودة. أيضا كانت فكرة المجلة التي أشار إليها الدكتور ياسر النحال التي أتمنى من المركز أن يتبناها
وهي مجلة تكون مضاهية لتلك المجلات التي تصدر عن سكوبس وما لها من جودة، بالإضافة إلى مجلات المركز الأخرى والتي هي بالفعل كلها ذات أرقام دولية ومسجلة في المكتبة الألمانية ومعترف بها أيضا في ترقيات في عديد من الدول العربية. يعني فرصة بهذه الدورة فتحت بها المجال للباحثين للاستفادة، ونتمنى ألا يضيعوا هذه الفرصة. صحيح دكتورة، وحافظ على ما أشرت إليه، فأعتقد أن الدكتور محمد رمضان الأغا قد نشر إعلانا في منتدى البحث العلمي، وهو منتدى تابع للمركز، إذ هي مجموعة على الفيسبوك تدخل في إطار مجموعات المركز الديمقراطي العربي المنتمي لصفحته الرئيسية. وكما تعلمين دكتورة ويعلم الجميع، فالمركز هو مفتوح لكل الاقتراحات الأكاديمية الجادة، وعلى رأس اقتراحات الدكتور محمد رمضان الأغا والدكاترة ياسر النحال. والدكتور محمد المغير هو يشتغل بالإضافة إلى الدكتور محمد رمضان الأغا في مجلة إدارة الكوارث والمخاطر، وأعتقد أنه قد تم تسجيل مقترحات الدكتور. ننتظر فقط أن يتم الانتهاء من الاشتغال على هذه الدورة لكي نفتح هذه الأوراش، وبالتالي نشرك الباحثين معنا في إطار هذه المبادرات العلمية وهذه الأفكار في إطار ستارت أبس أكاديمية، لكي أيضا يكون النجاح مشتركا بين كل المساهمين. وبطبيعة الحال هناك عنوان البريد الإلكتروني للمركز الديمقراطي العربي وهو موضوع، وأيضا صفحة المركز الديمقراطي العربي والتي تتقبل كل الرسائل ويتم قراءتها والعناية بها في إطار التواصل الدائم بين المركز وكل الباحثين. دقائق معدودة فقط، ونتشرف باستقبال السادة المؤثرين. نتمنى أن لا يكون هناك مانع في ذلك، ونتمنى أيضا الصحة والسلامة للجميع. دكتورة فلة، دكتورة فلة، السلام عليكم. نعم دكتورة،
وعليك السلام. كنت إشرت إلى مقترح عبر الشات، تفضلي لك المساحة والله فقط يعني بما أنه الأستاذ، تحياتي أولا للجميع، تحياتي للأستاذ كريم. هي فقط مادام تأخر الأستاذ محمد رمضان الأغا والأستاذ الدكتور مغير، يعني ممكن نفتح المجال لبعض المشاركات للباحثين الذين حضروا معنا على مدار 5 محاضرات سابقة، يعني إذا كان فيه اقتراحات لدورات قادمة ممكن نبرمجها، يعني الدورات يحتاجها الباحثين أو طلبة الدراسات العليا، يعني نحن على استعداد للاستماع، وإن شاء الله يعني نستفيد نحن أيضا منهم. وبارك الله فيك دكتورة نجية. شكرا دكتورة فلو. هو بالفعل الباحثين هم ربما أدرى بما يحتاجون من دورات لمساعدتهم في عملهم البحثي أو في إنجاز أطروحاتهم في الماجستير والدكتوراه، فهم معنا ومن يرغب في تقديم أي اقتراح أو وجهة نظر يتفضل. هل يمكن تدخل دكتورة نازية؟ تفضلي دكتورة رابعة. تفضلي دكتور. السلام عليكم ورحمة الله، تحية للدكتورة ناجية، الدكتورة حنان، دكتور كريم عايش، الدكتورة فلة وكل الحضور. فقط لست باحثة ماجستير أو دكتوراه، يعني تخرجت من مدة، لكن أغلب الطلبة يعانون، أغلب الطلبة خاصة يعني في الجزائر، والذين يتواصلون معي بالنسبة لأداة المقابلة، هي أداة كيفية جداً، فيعاني بعض الباحثون، بعض طلبة، أقصد طلبة الدكتوراه أو الماجستير، من طرق تحليلها، لأن هنالك من يعتمد على المنهج، المنهج تحليل المحتوى، هنالك من يترك المقابلات دون تحليل. لذلك نتمنى أن تكون هنالك دورة حول المقابلة، كيفية تحليلها، طرق تحليلها، وكذلك نتمنى أن تكون هنالك دورة بخصوص المناهج الكيفية، لأن العلوم الاجتماعية الحالية نحتاج للمناهج الكيفية النوعية بالإضافة إلى المناهج التدريبية التجريبية عفوا. وشكرا دكتورة. شكرا دكتورة ربيعة. دكتورة فلة، لك الرد أستاذ ربيعة. نعم، يعني نحن نسجل يعني ما يتم اقتراحه، وإن شاء الله يعني ممكن مع الاستمارات التي وصلتنا بالنسبة للأيام السابقة، يعني سجلنا مجموعة من الطلبات، بعضها يعني تكرر أكثر من مرة، يعني إن شاء الله بعد هذه الدورة التدريبية في نهايتها كما أعلن الأستاذ الدكتور محمد رمضان الآغا أنه ستكون هناك ندوة، يعني سيتم النقاش المباشر، وسيتم أيضا الإعلان عن الدورات الأكثر التي كانت أكثر يعني طلبا من خلال الاستمارات، وإن شاء الله سيكون يعني بعد هذه الدورة سيكون يعني إن شاء الله برنامج ثري على مدار العام إن شاء الله، وسنأخذ بعين الاعتبار يعني اقتراح الدكتورة، وبارك الله فيها وفيكم. ننتظر أيضا يعني إذا كان هناك أي اقتراحات أخرى، نحن في الاستماع دائما. هناك أيضا نقطة لو سمحتي دكتورة نجية، يعني وددت التطرق إليها، هي فيما يخص يعني الباحثين في مجال العلوم الهندسية والعلوم الطبيعية والتجريبية، يعني أنا شخصيا يعني عنصر من هذه العناصر، يعني أعرف الكثير من مشاكلها، يعني من بين الأمور يعني اللي نعاني منها أنه طلبة الدراسات العليا في هذه المجالات يعني يعانون كما أقول دائما في صمت، يعني هذه المجالات لم يتعودوا على طريقة يعني التعبير عن مشاكلهم بأسلوب مثلا أكاديمي بحثي، ولهذا يعني كان دائما همنا
هو أن يكون هناك تعاون بين العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية الهندسية، يعني دراسة مشاكل هذه العلوم ممكن تسمح بتطويرها، ويعني وهي أساس يعني التنمية الملموسة يعني على الأرض. يعني التكنولوجيا في الوقت الحالي أصبح يعني أمر لا غنى عن السير يعني في طريق تنميته والالتحاق بالركب في هذا المجال. يعني لو فيه متدخلين من العلوم الهندسية أو العلوم التجريبية، يعني يا ريت نسمع منهم يعني رأيهم في هذا الاقتراح. طبعا مشكورين. هناك من يكتب أنه يتمنى أن تكون هناك دورات تدريبية في مناهج التحليل، أيضا في تنظيم البيانات، جمع البيانات وتنظيمها، والتحليل النسقي أو تحليل المحتوى. صحيح. هو الدورات لكي تكون ذات فائدة يفضل أن يكون الجانب تطبيقي، كل نعم دورة صحيح. ترفقها ورشة عمل تطبيقية حتى يستفيد الباحث مما استمع له أو تابعه يطبقه على أرض الواقع. صحيح، هناك أيضا يعني كنا قدمنا العام الماضي مجموعة دورات خاصة فيما يخص هذه المناهج. يعني احنا كنا نتمنى أنه الحضور هذه المرة أيضا يكون من بينه من حضر الدورة السابقة، يعني لكي تكون لأن هذه الدورة هي تتمة لما تم تقديمه. يعني المتابعة المستمرة تسمح للباحث يعني بالإلمام بجميع جوانب الموضوع، ومن ثم يعني ممكن أن ينطلق لما نسميه بالدورات التدريبية المتخصصة. يعني هذا الأمر أيضا ناقشناه مع الدكتور الآغا. الدورات التدريبية المتخصصة هي التي يعني تسمح لكل اختصاص أنه يتعمق في مجاله بالنسبة لهذه المناهج. يعني هذا راح يكون إن شاء الله في المستقبل. هي موضوعات أو منهجية البحث العلمي، البحث لا يستغني عنها في مواصلة مستمرة، لا يكتفي بما أخذه فيها من معلومات، دائما يشعر بالنقص كلما يتم أمام طرح موضوع، يجد هو ربما هذا الجانب غير يعني مؤهل فيه أو يحتاج فيه أكثر تعلما أو أكثر استخدام. مثلا هنا في طلب على دورة منهج التحليل الإحصائي، أغلبية الباحثين يجرون أعمال بحثية وتحتاج لعملية التحليل الإحصائي، تجدهم يحتاجون إلى محلل حتى يساعدهم في إنجاز ورقته، وأحيانا هذه تقع عليها تكلفات مادية للباحثين، محتاجين هم، لو الباحث بنفسه كان متعلم عملية التحليل الإحصائي يجد نفسه غير محتاج لمساعدة أو لمحلل يساعده في هذا العمل. نعم صحيح، يعني لاحظ المطلب على مناهج التحليل الإحصائي يعني موجود في تقريبا، أنا متابعة للكثير من المنصات يعني التي تهتم بالأكاديميين والباحثين، يعني دائما كاين هذا الطلب. بالمقابل يعني ذكرتيني دكتورة ناجية بالنسبة للعلوم الهندسية، عندنا أيضا يعني أغلب الوقت نحن لا نعمل بالاس بي اس اس، لدينا مثلا ما يقابله بالنسبة لرسم المنحنيات وتحليلها يعني الأمور كثيرة. أيضا الباحثين في هذه المجالات لا يعرفون استخدام هذه البرمجيات، يعني وهذا إن شاء الله راح يكون في يوم فيما سأقدمه إن شاء الله يوم السبت، الدورة الخاصة بمعالجة البيانات. يعني هذه كلها هي أمور تطبيقية لازمها دورة خاصة، يعني وقت يكون الباحث في نفس الوقت يطبق مع المدرب. يعني هذه اللي نسميها احنا بالدورات المتخصصة والدورات العميقة، أنه ما نقدمش فقط الجانب النظري، أو نكون مثلا أنا كمدرب أعمل والباحثين يتابعوا معايا فقط. يعني الدورات هذه احنا في المستقبل راح يكون التدريب مباشر، يعني كل باحث يكون أمام الحاسوب وأمام البرنامج ويعمل مع المدرب في نفس الوقت. يعني بهذه الطريقة فقط ممكن أنه يتقن
التعامل مع هذه البرمجيات، وهي ضرورية طبعا بالنسبة لكل باحث، وخاصة بالنسبة لطلبة الدراسات العليا، لأنهم مقيدين بوقت معين، يعني وقت محدد، مش كما أي باحث يعني ممكن عنده وقت أطول، لكن طالب الدراسات العليا هو مقيد بثلاث أربع سنوات، وبالتالي يعني إتقانه لهذه البرمجيات يعني يخليه يسرع في إنجاز رسالته. بالفعل دكتورة، وأيضا طرق عمل الاستبيان أو هناك من يسميها استبانة، هذه أيضا مهمة جدا، وكيفية نشرها عبر البريد الإلكتروني، يعني هذه كلها أحيانا كثير من الباحثين لا يجدونها، وهي بالفعل هم محتاجين لها. صحيح. ممكن مثلا في انتظار التحاق الدكتور، ممكن يعني اللي كانوا تابعوا معنا الدورات السابقة العام الماضي يكتبوا لنا في الشات رقم واحد لنرى فقط يعني من كان حاضر من الدورة من العام الماضي، اللي ما حضرش معنا الدورة السابقة ممكن يكتب صفر، واللي حضر معنا الدورات السابقة ممكن يكتب واحد. دكتورة، الأسبوع الأول أم العام الماضي؟ لا، العام الماضي كانت لنا دورتان حول مناهج البحث العلمي، كانت معنا يعني مجموعة، كان معنا الأستاذ الدكتور ياسر نحال، الأستاذ الدكتور رمضان الآغا، الأستاذ الدكتورة ياسيرة أبو هدروس، يعني مجموعة ما شاء الله من الأساتذة الذين لهم باع طويل في البحث العلمي. إذا لحد الآن لدينا 2 حضروا معنا العام الماضي. طيب، سؤال ثاني لو سمحتم، من منكم في مجال العلوم الطبيعية، يعني نقصد بها الفيزياء، كيمياء، هندسة، يعني هذه المجالات، من الباحثين الحاضرين يعني في هذا المجال؟ نعم، رقية واحد، يعني اللي في هذا المجال يكتب رقم واحد. جميل. جميل. نعم، كفى. نعم، السؤال الأول كان بالنسبة للي حضر دورة في العام 2021، يعني العام الماضي. طيب، لدينا مثلا 2 3 3 من العلوم الطبيعية، يعني نتمنى لو واحد من الباحثين يطرح لنا مثلا أي نوع من المشاكل يلاقيوها في إنجازهم لرسالة الدكتوراه، يا ريت عن طريق المايك وإلا عن طريق الشات لا بأس.
يبدو أن الدكتور محمد تأخر. صحيح. أعتقد أنه في إطار هذه الحصة التفاعلية، وأيضا لكي نستدرك بعض مما فات، وأيضا للعودة لأهم اللحظات وأهم المحاور، أعتقد أنه لابد من التذكير بالحصة الرابعة، والتي كانت حول مبادئ المنهج التدريجي. وأعتقد أن هذه الحصة كانت مهمة جدا وأحرزت تفاعلا كبيرا، وربما لا بأس من أن نعيد أهم محاور ومقاطع هذه الحصة، ريثما يلتحق بنا الأساتذة المؤطرون. بتم دراسة العوامل المتغيرة اللي هي زي عوامل التربة، عوامل المياه، المعادن الموجودة في التربة، ومستوى التجارب اللي ممكن تجرى عليها حتى يخرج لنا نتائج تتعلق بالإنتاجية في حال زيادة التربة أو في حال تغير أنواع التربة، كيف ممكن يتم ممكن خلط التربة الطينية مع التربة الرملية. هذا الأمر هو عبارة عن تجارب. طبعا بيتم في بداية الأمر من قبل الباحث اختيار الموضوع المرتبط بالتجربة العلمية اللي هو ناوي يقوم فيها الباحث، ثم بناء على ذلك يعمل على صياغة الفرضيات البحثية. بعد صياغة الفرضيات البحثية يقوم الباحث بتدوين تكلفة إجراء التجربة، كم هو يحتاج تكلفة مالية في إجراء التجربة. إذا كان قدرة الباحث على دفع هذه التكاليف ممكن يقوم فيها بنفسه، إن لم يكن لديه قدرة ممكن يتعاقد مع المخابر أو مع المؤسسات ذات العلاقة المؤسسات البحثية، وراح يكون لنا محاضرة كاملة عن التعاقد مع المخابر. بعد إجراء التجربة يتم اللي هو الوصول إلى مجموعة من النتائج. طبعا عند بدء تصميمنا للتجربة على الباحث أن يقرر كيف سيتعامل مع المتغيرات التي ترتبط بطبيعة التجربة. ولتصميم التجربة يوجد خمس أسس أساسية يجب وضعها أو دراستها أو وضعها في عين في اعتبار الباحث. أول شيء يضع في اعتبار المتغيرات الخاصة به كشخص وكيف يرتبط به، سواء المتغيرات الخاصة بموقع سكنه، بالتنقلات اللي حيحتاجها أثناء إجراء التجربة، بطبيعة المواد المستخدمة في إجراء التجربة، الأجهزة المخبرية إذا كان هو يحتاج إلى أجهزة مخبرية أو إذا كان يحتاج إلى تجارب كمية أو نوعية حسب طبيعة التجربة. يقوم الباحث بكتابة فرضية محددة قبل الاختبار. وكيف تكتب الفرضية؟ يتم صياغة الفرضية من خلال أن تكون واضحة ومركزة، يعني فيها تتسم بالوضوح والتركيز، أن يكون علاقة بين الفرضية وموضوع البحث المنوي إجراؤه، أن تكون فرضية قابلة للاختبار بالإجابة نعم، إذا كانت نعم الإجابة فكيف يمكن الاختبار، أو إذا كانت لا فيتم اللي هو إلغاء التجربة لأنه نحن نحتاج إلى كيفية اختبار التجربة. بعد ذلك
المحتملة التي قد يرغب الباحث في استكشافها، ثم هل تشمل الفرضية على متغير تابع ومستقل؟ يعني بنربط علاقة تأثير، علاقة طردية، علاقة عكسية، علاقة إنتاجية ممكن تكون. كذلك هل يمكن أن يتحكم الباحث في المتغيرات دون إعاقة أو التزام أو تعامل بشكل سلبي اللي هو المعايير الأخلاقية للبحث العلمي؟ طبعا هذه الأمور بتم دراستها. طبعا في عندنا أنواع الفرضيات التي تصاغ في المنهج التجريبي. أول نوع الفرضيات البسيطة هي بتكون علاقة بين متغير تابع واحد ومتغير مستقل واحد، متغير مع متغير. في العلاقات الموجهة اللي بتتم فيها تحديد الاتجاه المتوقع أن يصل إليه الباحث لتحديد العلاقة بين المتغيرات، وهي مشتقة من نظريات معينة، وممكن يكون بشير الباحث إلى التزام بنتيجة معينة. في الفرضيات المعقدة هي علاقة بين المتغيرات من المتغيرات المستقلة وغير المستقلة، يعني بكون عندي مجموعة متغيرات مستقلة مع مجموعة متغيرات تابعة، بتم دراسة الأمر بينهم. في الفرضية السببية، وهي الفرضية التي تحدد الترابط بين المتغيرات، ويؤدي هذا التغير في متغير واحد إلى متغير إلى تغيير متغير الآخر. في متغير التابع مثلا يؤثر على متغير مستقل، أو المستقل يؤثر على متغير من ناحية، وتقترح هذه الفرضية السببية تأثير على المتغير التابع بسبب التلاعب بالمتغير المستقل، يعني بكون قدرة الباحث على التلاعب والاختبار بالمتغير المستقل أعلى من المتغير التابع. في الفرضية السطرية اللي بتنص على وجود بيان سلبي بخصوص نتائج البحث، حيث لا توجد علاقة بين متغيرات الدراسة بشكل مباشر، بيفترض الباحث أنه لا وجود علاقة. في المتغيرات البديلة اللي هي ترتبط بالعلاقة بين متغيرات الدراسة والنتائج، مهمة لموضوع البحث، ولكن كل متغير له سياق نتائج مختلفة عن الآخر عن الأخرى. كيف يتم صياغة الفرضية بحثية ذات فعالية عالية؟ من خلال ذكر المشكلة بنحاول الوصول إليها، التأكد من أن الفرضية حددت بوضوح، الموضوع ومحور التجربة محدد وواضح ومعروف ما هي التجربة التي ينبغي القيام بها، محاولة كتابة الفرضية على هيئة بيان شرطي. في أن تحديد المتغيرات التابعة والمستقلة في البحوث البحوث المرتبطة بالتصميم التجربة، أو بسموها البحوث التجريبية، أحيانا يكون متغير وبسيط يدرس التأثير على يدرس اللي هو التأثير أو التغير في مستوى التأثير على المتغير التابع مع المستقل. طبعا المنهج التجريبي كغير المناهج بيعتمد على الملاحظة والموضوعية الطبقية، بتميز باتخاذ التجريب أداة الاختبار لاختبار صحة الفروض، ويوجد قدرة على التحكم في السلوك المنوي دراسته، بحيث أنه يتيح الكشف عما بين الأسباب والنتائج من هذه العلاقة السببية. ويوازي هذا المنهج في البحث الذي يتبعه العلماء للوصول إلى النظريات والقوانين. طبعا يتم أيضا بعد الفرضية تصميم علاجات تجريبية للتعاون مع المتغير المستقل، محاولة ومحاولتين ثلاثة حسب عدد التجارب. مثال ذلك أنه أنا في عندي اختبار بدي أشوف والله ماذا قدرة طلبة الصف الأول الثانوي على الاستفادة من حصة التربية الرياضية، أو من تمرين معين مرتبط بالتربية الرياضية. بتم في هذه الحالة دراسة التجربة، أو بتم عمل تقييم قبلي لمستوى فائدة الطلاب من التجربة أو التمارين الرياضية اللي مارسوها. بعد ذلك بتم اللي هو تقسيمهم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بيكون الوضع عليها مجموعة من المتغيرات اللي ممكن ترتبط في بعضها البعض. أيضا يتم وضع خطة لكيفية قياس المتغير الخاص بالباحث، حتى يتم الحصول على استنتاجات صحيحة
بيتم تحديد عينة جيدة، ويكون الباحث لديه قدرة على التحكم في هذه المتغيرات سواء كانت بشكل خارج عن إرادته أو بشكل يؤثر على نتائج الباحث. دكتور محمد تفضلي. لو سمحت ممكن تمرر الشرايط؟ أنا بمر أول بأول يا دكتورة، اليابان جزء يعني بمرره. بس ثابتة على على العنوان. لا لا أنا عندي بمر، مش عارف إذا مش ظاهر عندك في مشكلة بكون. مش ظاهر عندي. ثم بعد ذلك تحدد جميع العوامل اللي تؤثر على ظاهرة تحت الدراسة، إيش العوامل المستقلة اللي أثرت عليها. عشرة، يدرس الباحث القدرة على التحكم في بيئة التجربة من حيث الجهة المؤثرة وقدرتها على التحكم في كل العوامل، كل على حدة بنأخذ عامل عامل أو في مجموعات عوامل بشكل مجموعات. تكرر التجارب عدة مرات بسبب تغير العوامل المتحكم بها من جهة وبغرض تأكد النتائج المستخلصة من هذه التجارب. طبعا ايش الفرق بين المناهج العلمية؟ شرائح يا دكتور. انا الشرائح عندي ظاهرة يا دكتورة، مش عارف ايش المشكلة. لا اعلم. اول ايش الحيادية؟ عند اعداد الدراسة على الباحث وضع افتراضات حول البيانات اللي بيتوقع جمعها، ويكون حيادي وما يتحيز للتوجه، يعني لا يكون الباحث باتجاه هو يريده، بل يتعامل ويناقش معها بشكل علمي وليس شخصي. النقطة الثانية أو الخاصية الثانية لتصميم التجربة أنه تكون موثوقية عالية، بحيث أنه يشير التصميم الخاص بالتجربة إلى كيفية تكوين أسئلة البحث حتى تعطي ضمان أعلى لموثوقية النتائج، وتمكن الباحث من الوصول إلى نتائج متوقعة وفق التصميم الذي حدده. الخاصية الثالثة الصدق، أنه في مجموعة من الأدوات لقياس الصدق لابد من البحث اللي هو قياس الصدق بهذه الأدوات، والأكثر دقة هي التي تقيس تلك النتائج بناء على الأهداف والأهداف البحث والأدوات التي استخدمها الباحث لتحقيق الأهداف. الخاصية الرابعة قابلية التعميم، يعني ايش انا بحاول اطبق نموذج او بصمم تجربه للمجتمع بالكامل وممكن انا استفيد منها البشريه، قديش بعطيني قوه اعلى في مستوى البحث العلمي ومخرجات البحث الذي اقوم فيه كباحث. واضح غالباً يجب أن يكون تصميم سلبي يسمح بملاحظة التأثير الناتج عن المتغير المستقل على التابع، مثل مراقبة الأسعار في متغير مستقل على متغير تابع زي رضا العملاء. يعني أنا في عندي بأجي بقيس تجربة سعر سلعة ما من السلع الأساسية لمدة شهر، وكيف رضا العملاء أو المستفيدين من هذه السلعة بيعمل له قياس في هذا المجال. هذا ممكن يكون تجربة من تجارب المنهج التجريبي، ويعتبر طبعا هذا التصميم عمليا للغاية إذا ساهم في حل المشكلات البحثية ببساطة، وبقوم التصميم البحث التجريبي على معالجة المتغيرات المستقلة حتى يتم مراقبة أعلى معدل من التغير الذي يطرأ على المتغير التابع وغالبا ما يتم استخدامه في العلوم طبعا الاجتماعية والاقتصادية لمراقبة السلوك البشري من خلال تحليل المجموعات المتباينة والمتشابهة اللي حكينا عنهم قبل قليل، المتغير التابع أو المجموعة الضابطة والتجريبية. إيش خصائص المنهج التجريبي؟ المنهج التجريبي له مجموعة من الخصائص. أول أمر الأسئلة، وفي الأساس البحث العلمي يبنى على مجموعة من الأسئلة الغامضة التي تتطلب إجابة واستنتاج دقيق. ثم مجتمع الدراسة، من الأمور الأساسية أنه يكون فينا مجتمع للدراسة ندرس السلوك والظواهر التي تطرأ عليه بشأن قضية البحث أو التجربة. بعد ذلك الوصف، أنه إحنا بنعطي
العملية اللي احنا بدنا نعملها أو التجربة في تحليل مجتمع الدراسة وما تصنف به من فئات وظواهر وصفا دقيقا، بتحدد فيه الأسس والضوابط للاختيار الأدوات المختلفة مثل الاستطلاعات. بعد ذلك خطة البحث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توضح تفاصيل البحث. وعليكم السلام دكتور. أستاذ دكتور كريم. محمد المغير مساء الخير، كنا نسترجع مع السادة الحضور أهم اللحظات من درسكم السابق في إطار حصتكم ضمن هذه الدورة. أتمنى أن تكونوا بألف خير. حياك الله أستاذ كريم، ولنا شرف ونعتذر عن التأخير وهذا الخلل الطارئ، يعني لسوء حظنا يعني هذا الخلل. هو أمر معروف على اعتبار أن فلسطين كلها تمر بظروف يعني صعبة هذه الأيام، وقد عشنا مع الدكتور ياسر النحال مشاكل التزويد بالكهرباء وتضحياته الجسام من أجل أن يقدم المادة العلمية في غياب الكهرباء. ونتمنى أن يكون الدكتور محمد المغير بألف خير في إطار هذه الحصة، وأن يتمكن أيضا من تقديمها والسير بها إلى نهايتها بطبيعة الحال. بعد إذنك إذا في إمكانية تعطيني مجال أعمل شير. تفضل دكتور. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، رضينا بالله ربا وبالإسلام سيدي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اليوم في هذا التوقيت أو هذه الساعة المباركة من خميس هذا الشهر، نعرض لكم موضوع من المواضيع المهمة جدا التي يجب أن يتعلمها الباحثين، وهي متطلبات وأساسيات التعاقد بين المخابر وقضايا التمويل. وسوف أعرض عليكم بعض مشاريع التمويل التي تم تعبئتها وفق برنامج وضعته دولة قطر الراعي، تعتبر من أكبر الرعاة العرب في مجال البحث العلمي في البحوث التجريبية والتطبيقية. طبعا في هذا الموضوع هناك مجموعة من الأسس ترتبط بمفاهيم المخابر البحث العلمي، وهو هذا مصطلح مشهور في دول المغرب العربي ويطلق عليه في بلاد الشام وفي منطقة دول أفريقيا مراكز البحث العلمي أو مؤسسات البحث العلمي. حيكون بعد ذلك نتحدث عن أهداف ومقومات المخابر العلمية، ثم تصنيف أقسام المخابر البحثية، وصولا إلى التمويل البحثي ونموذج تطبيقي لمؤسسة الصندوق القطري أو الصندوق الوطني في قطر. طبعا إيش هي المخابر العلمية؟ هي عبارة عن هيئات بحثية يتم إلحاقها بمجموعات ومؤسسات أكاديمية تعمل على إنجاز أعمال وبحثية ومشاريع. الهدف من هذه أنه يكون في إلها بصمة مجتمعية تساهم في تطور ونمو وارتقاء المجتمعات العربية والمحلية. معذرة دكتور، لم يتم بعد عرض اللوحات، شكرا. تفضل يا أستاذ كريم. أستاذ كريم، كنت أشير إلى أن اللوحات لم تظهر بعد على الشاشة، إذا أمكن. طب هيك ظهرت اللوحات؟ لم تظهر بعد. هكذا. هي الآن لحظات. يبدو أن الشاشة سوداء. أجل، الآن تظهر اللوحات دكتور. وأعتقد أنكم وصلتم إلى اللوحة الرابعة ولم يتمكن المتابعون من رؤية
اللوحات الأولى. تفضلوا دكتور، لكم الميكروفون. نكمل. طبعا في عندنا بعض المفاهيم اللي راح نتحدث فيها، ايش هي المخابر، تعريفات المخابر، مفاهيم المخابر البحثيه. قلنا هي عباره عن هيئات ومؤسسات بحثيه بيتم الحاقها او تسكينها او تشكل في قرارات وزاريه من الوزير المختص ببغيه ان يكون لها اعمال علميه ومشاريع بحثيه تساهم في التطور والنمو والارتقاء المجتمعي. هذه المؤسسات بتتكون من مجموعة من الباحثين يهبوا أنفسهم من أجل البحث والدراسة ومتابعة الظواهر المجتمعية المختلفة في المجتمعات المحلية والعربية. أيضا يعتبرها البعض أنها وحدات وهياكل تنظيمية توضع لها أهداف، وتعتمد هذه الأهداف في قرار التشكيل الصادر عن الوزير المختص وخاصة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة. تقوم بمجموعة من الوظائف والأدوار العلمية والتي هي تعتبر جزء لا يتجزأ من المنظومة البحثية الوطنية والأكاديمية ذات العلاقة الرسمية وغير الرسمية بالمجتمع. يعني في إلها علاقات رسمية وعلاقات غير رسمية، إلها ارتباط وكيان رسمي مرتبط بالمؤسسة الوطنية والمؤسسات الحكومية والرسمية والمؤسسات العامة، وكيان مرتبط بالمجتمع ومكوناته. هذا الكيان العلمي يعمل على تنفيذ الأبحاث لدى مؤسسات التعليم العالي أو الهيئات العمومية والمؤسسات الحكومية. الآن في عندنا مثال، لو نقول عن افترض وزير زراعة في دولة الجزائر أراد أن يقيم وحدة دراسات علمية مختصة بالعلوم الزراعية، بإمكانه حسب القانون الجزائري أن يعمل على تشكيل مخبر بالتنسيق، مخبر في العلوم الزراعية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، ويلحق هذا المخبر لمؤسسة تعليمية عالية أو لمؤسسة أكاديمية أو لمديريات البحث العلمي المنتشرة في أركان دولة الجزائر. طبعا هذه المخابر تنشأ لتحقيق أعمال البحث التي يتم إدراجها في البرامج الوطنية والعلمية والتكنولوجية في المجالات البحثية المتعددة، ولها أماكن تخصص للإنتاج المعرفي بالأشكال المتنوعة. الركن الأساسي في هذه المنظومة هو الباحث الذي يعتبر أحد أركان النجاح لتطور المخبر وتقدمه في المجالات المتعددة، وذلك بالنظر للتخصصات والأساتذة والباحثين المختصين الذين يسعون لدراسة الظواهر المعينة. طبعا هذه الظواهر مختلفة من دولة إلى أخرى، بتدرس على فتراتها حسب الزمن بأساليب مخبرية وعلمية ومنهجية تتماشى مع الظواهر التي يتم دراستها. ما هو أهداف المخابر؟ طبعا وضعت الدول التي لديها مخابر أهداف عامة، ووثقت ذلك في الأنظمة والقوانين الخاصة بالنظم المرتبطة بالبحث العلمي. أول قضية كانت ضبط البحث العلمي والمواكبة للتطور التقني والتكنولوجي. النقطة الثانية التي كانت عندهم تدعيم قواعد البحث العلمي والتكنولوجي عبر التجارب البحثية المتنوعة، والتي هي تعتبر أحد الأصول الهامة التي يمكنها أن تساهم في تنمية وتطوير ورقي المجتمعات. النقطة الثالثة وهي كانت عبارة عن توفير الوسائل والأدوات اللازمة للبحث والتطوير العلمي. النقطة الرابعة كانت عبارة عن تثمين دور المنشآت العلمية والبحثية والمخبرية والمراكز من أجل بفعالية أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ثم النقطة التالية وهي تعزيز التمويل الحكومي والمحلي والدولي لأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير العلمي. وهذه النقطة مهمة جدا في تطوير ونمو البحث العلمي عندما يكون الأمر مرتبط باللي هو التطور والارتقاء العلمي والمجتمعي.
أعتقد دكتور أن الصوت انقطع، إن أمكن تعديل ذلك. المخابر البحث التقنية هي مخابر تختص في البحث في التطور التكنولوجي زي العلوم التطبيقية والعلوم الهندسية والطبيعية والطبية وغيرها، وتعتمد على النتائج المخبرية، ويكون فيها اختراعات لحلول ومشاكل وتقنيات تكنولوجية. الجزء الثاني هي عبارة عن، أو القسم الثاني، مخابر البحث الاجتماعي، وهي المختصة بدراسة الظواهر المجتمعية، الظروف المستقرة والغير مستقرة، العلوم الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي، العلوم الاجتماعية وتكوين المجتمعات وهجرة المجتمعات واستمرار وجود المجتمعات ونشأة الدول وما شابه ذلك، والعلوم النفسية والعلوم الإدارية وغيرها، وتعمل ومسارات الحياة البشرية مؤسسة، وهي مخابر تنشأ في مؤسسات التعليم العالي زي الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا بقرار من وزير البحث العلمي وبناء على قرار هذا، مسؤولية هذه المخبر من مؤسسة أكاديمية بتشترك في القرار الذي يتخذه المجلس البحثي لمديرية البحث العلمي في الولاية أو الدولة. ثم نوع آخر يطلق عليه البحث المختلط، وهو الذي ينشأ في إطار تعاون أكثر بموجب مختبر البحث المشترك، وهو الذي ينشأ في إطار تعاون تكنولوجي أو نتيجة اشتراك مجموعة عمومية أو اقتصادية مع مخبر بحثي ينتمي لمؤسسة أكاديمية. هذا العمل الهدف منه أن يتم التعاون في إطار تخصيص مجالات في العلوم التجريبية في مجالات متنوعة زي مخابر العلوم الزراعية التي نسمع بها ومنتشرة في الدول العربية، في مخابر مرتبطة بالدولة وشكل الدولة ومكونات الدولة، مخابر مرتبطة بعلوم الإدارة، إدارة مخابر مرتبطة بعلم السياسة وصناعة السياسات والإدارة السياساتية وما شابه ذلك. أيضا توجد مجموعة من المخابر التي يتم فيها التشارك بين داخل الدولة. النوع السادس وهو عبارة عن مخبر بحث الامتياز. في إطار التطور للمخابر الخمسة السابقة والارتقاء، يتم انتقال المخبر المشترك أو المخبر المختلط لمخبر امتياز في حال تطور نشاطاته البحثية وفقا لطبيعة الامتيازات والمعايير التي تحددها وزارة البحث العلمي ووزارة التعليم العالي من خلال لجنة البحث الدائم والتطوير التكنولوجي الذي يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم اقتراح مجموعة من المعايير، نوعية إشغال البحوث التي يشغلها المختبر وإيش تتكفل في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حجم القدرات العلمية التي تنتمي إلى المخبر، الأنشطة، الأثر المترتب والتأثير للأنشطة على المجتمع. بعد ذلك يمكن أن يكون توفير هياكل القاعدة والتجهيزات التي تطلب إشغال ذلك المخبر، نوعية التكوين الذي يمكن أن يقدمه المخبر لصالح الباحثين في درجتي الماجستير والدكتوراه، أيضا العلاقة بين القطاع
القطاع الاجتماعي والاقتصاد والمؤسسات والهيئات الدولية والهيئات العامة والوطنية. في دور مهم جدا أقرته الأنظمة لدور المخابر البحثية، وهي على سبيل السرد دفع وتيرة التنمية والنمو، وذلك عبر التنقيب في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، تطوير النمو الاقتصادي ومعرفة آليات التنمية الشاملة والربط بين السياسات الاقتصادية والسياسات التنموية في المجال الاجتماعي والبيئي والإداري والطبيعي، أيضا تطوير الموارد الطاقة والموارد المتوفرة للدولة وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها للأجيال القادمة وعدم استنزافها، تطوير الأساليب والتجارب المعتمدة في مخابر الأبحاث، كيف أنت ممكن تطورها وكيف منهجيتها وأدواتها وأساليبها وإمكانياتها، كذلك أرضية خصبة ومؤهلة المختصات المطروحة والمواضيع التي تكون مبهمة وتحتاج إلى تفسير من قبل الباحثين في القضايا الساخنة على الصعيد الوطني والدولي، زي كمان شوية لما نيجي نعرض أولويات البحث العلمي التي وضعتها قطر وفتحت المجال لكافة الباحثين من داخل قطر وخارج قطر للبحث في هذا المجال، مثلا كانت أول أولوية عندهم أولوية الطاقة، بلورة الأشكال والبحث عن أطر التنقيب العلمي بالاعتماد على الموارد البشرية المؤهلة بالوسائل المادية والمعنوية والتجهيزات التي يمكن أن تسخيرها للباحثين لإجراء تجاربهم العلمية والتكاليف التي يحتاجها الباحث للوصول لأفضل مستويات من البحث العلمي، أيضا توفير وسائل التعليم العالي المرتبطة بالبحوث التجريبية والتطبيقية وكيفية تطبيقها بما يحقق الفائدة والمنفعة التي تعود على الطالب والباحث في مجال التكوين الخاص بالماستر أو الدكتوراه، دعم التكوين عن طريق تنظيم اللقاءات العلمية والفنية الدورية والتي تتمثل في المجموعات البؤرية، تنظيم المؤتمرات الدولية والوطنية التي تجمع بين الخبراء والمختصين وكافة المكونات المرتبطة بالتكوين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والمجالات والقطاعات الوطنية والتنمية الحدودية والبحرية والزراعية، المشاركة في وضع شبكات البحث الموضوعي وإنشاء قواعد البيانات التي يمكن أن يستفيد منها الباحثين في مجالات البحث التي ينتمي إليها المخبر، تقديم خبرات وأدوات وخدمات لصالح المجتمع طبقا للتنظيمات الوطنية والأنظمة والتشريعات المعمول فيها في الدولة، وإصدار المجلات والبحوث التي يمكن أن تساعد في إيصال نتائج الأبحاث التي يصل إليها الباحثون في مجالاتهم المتعددة والمتنوعة. مقومات البحث العلمي، هناك العديد من المقومات، أولها أن تتوفر كافة الإمكانيات المادية والبشرية والبحثية المرتبطة بهذا المجال للمجتمع، وقيام المخبر بمهمته على أحسن وجه، إعطاء عامل الوقت حقه في إنجاز المهام البحثية وفقاً لخطة مستدامة تساهم في حصول الباحثين على فرص التمويل، توفير بيئة مكانية آمنة ومناسبة تساهم في تطبيق الأبحاث التي أنشئ من أجلها المخبر، وهذه نقطة مهمة جداً، طبيعة المكان والتشكيل الفراغي الذي ينتمي إليه الباحث لإجراء البحوث وكيفية إجراءها والفراغات خاصة في التجارب التي يترتب عليها مخاطر تهدد صحة الحياة البشرية، وكيف يتم حماية التجارب هذه من الخروج، خاصة في المجالات التي يتم فيها التجارب الإشعاعية والتي يصدر عنها تلوث يضر الإنسان أو التعامل مع بعض الأمراض والفيروسات كما حدث في مدينة وهان الصينية، تجهيز المختبر بأحدث التقنيات البحثية والتجهيزات التكنولوجية وتوفير قواعد بيانات للباحثين يمكن الاستفادة منها في الوصول للمعلومات والمعارف والأصول الحديثة، أيضاً النقطة المهمة جداً توفير مساحات تخزينية قابلة لحفظ المعلومات والبيانات وأرشيفتها بما يساهم في تفعيل البحث العلمي.
المحور الثاني في محاضرة اليوم وهو تمويل المخابر. في عندنا أربع أنواع للتمويل: التمويل الحكومي وهو التمويل الذي تضعه الدولة من أجل تنفقه الدولة من أجل أن يصل إلى المختصين والخبراء لإجراء البحوث العلمية والأكاديمية التي تساهم في تطور ورفعة المجتمع. في التمويل الذي تقره منظمات الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها موازنة سنوية في هذا المجال. أيضا في تمويل بعض المؤسسات الدولية والأكاديمية تفتح مجالات تمويل بحثي على مستوى الوطن، زي على سبيل المثال بعض الدول مثل تركيا، مثل أسبانيا، ألمانيا. بين الوقت والآخر تصدر مجموعة من الأبحاث التي تحتاج إلى إجراءها وتضع لها موازنة يمكن للباحث أن يستفيد منها في إجراء بحوثه. أيضا في تمويل ومساهمات مجتمعية من القطاع الخاص، وهذا الجانب يعتبر من الجوانب التي يوجد بها قصور في الوطن العربي. نصيب الفرد في البحث العلمي في منطقة الوطن العربي وبعض الدول: في الوطن العربي بلغ نصيب الفرد من البحث العلمي 14.7 دولارا، بينما في الدول النامية 58 دولار، أما على مستوى المتوسط العالمي بلغ 170 دولار، والدول المتقدمة 710 دولار، ودولة الاحتلال تنفق لكل نصيب الفرد من البحث العلمي 1200 دولار. بنلاحظ احنا دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل وتغتصب فلسطين لديها معدل عالي في البحث العلمي، هي تعتبر الأعلى على مستوى العالم. طبعا بتعمل الدولة على تخصيص موازنة خاصة بنفقات البحثية للمخابر ونفقات تسييرها وتجهيزها، وذلك وفق جداول توضع لإيرادات مخبر البحث العلمي ويصدق عليها ويرسل حسب الحالة وفقا لتصنيف المخبر الذي ذكر أعلاه. أعلى تصنيف يأخذ تمويل هو مخابر الامتياز، هي الأعلى في التمويل. تهتم الدول في وضع مجموعة من المعايير لعملية التقييم للمقترحات البحثية المقدمة للجهات الممولة، وإحنا راح ندرس اليوم تجربة دولة قطر في دعم وتمويل الأبحاث عبر مشاريع علمية ممولة في هذا المجال. وكل مؤسسة تضع مجموعة من النماذج الخاصة بها في عمليات التمويل البحثي. عملت دولة قطر خلال الفترات الزمنية السابقة على وضع برنامج خاص بالأولويات الوطنية للبحث العلمي، وذلك ضمن مسار معتمد. هذا المسار كان عبارة عن فتح باب التقدم للأبحاث العلمية في 21 فبراير 2021، وسيفتح في نفس الموعد في العام 2022 21 فبراير 2022. الموعد النهائي للتقديم كان عبارة عن تقديم المقترح في من جانب الباحث الرئيسي، إذا كان الباحث أول سيكون في 20 أبريل 2022، والتقييم النهائي سيكون في 4 مايو، وإعلان نتائج قبول الأبحاث في نوفمبر ديسمبر 2022. طبعا المتقدم يجب أن يتبع الباحث الرئيس الأول في المشروع إلى أحد المؤسسات داخل الدولة أو خارجها، ويمكن أن يتعين أن يكون الباحث الرئيسي منتمي لمؤسسة أكاديمية بحثية حصل على درجة الدكتوراه في مجال البحوث أو شهادة معتمدة في مجال متعددة مجالات البحث الذي رتب حسب الأولويات التالية. كان في مجموعة مؤشرات للعلوم الطبيعية كان لها 10 أبحاث، العلوم الهندسة والتكنولوجيا 10،
العلوم الطبية والصحية 10، العلوم الزراعية 5، الاجتماعية 5، العلوم الإنسانية 5. طبعا موضوعات ذات الأولوية، واللي ركزت دولة قطر على الطاقة من خلال هدف استراتيجي، وهو دعم القدرة التنافسية والاستدامة لقطاع الطاقة في دولة قطر من خلال تطوير ونشر الحلول التكنولوجية والتقنية في هذا المجال. وضعوا الأولوية الثانية اللي هي تعتبر مشكلة في قطر، وهي استدامة الموارد. وضعوا لها هدف استراتيجي دعم الإدارة المستدامة لموارد قطر البيئية والغذائية والمائية عبر الحلول المبتكرة. ثم الرقم 3، الأولوية الثالثة كانت هي مرتبطة بالمشكلات الصحية، وذلك من خلال وضع استراتيجية مرتبطة بمواجهة التحديات الصحية الملحة لسكان قطر عبر البحوث ذات الصلة وترجمتها إلى نتائج الرعاية السريرية. الأولوية رقم 4 كانت المجتمع، من خلال تعزيز قدرة الأمة القطرية على تلبية احتياجات الحالية والمستقبلية لجميع المجتمعات والحفاظ على القيم وتمكين الجيل القادم. ثم المجال الخامس كان مرتبط باللي هو التكنولوجيا الرقمية. وهذه التكنولوجيا الرقمية مرتبطة بتطوير وتكييف ونشر التقنيات الرقمية الجديدة ذات الصلة. طيب نكمل. مكونات المقترح البحثي، كان المكون الأول مرتبط بملخص المقترح البحثي، ثم التنفيذ إذا كان منطبقا، ثم تسويق التجديد إذا كان منطبقا، ثم الأهداف والأهمية، ثم المنهجية وهيكل المشروع، بعد ذلك الأثر المتوقع، بعد الأثر المتوقع المنهجية، ثم تقييم المخاطر والحد منها، ثم توصيف الفريق البحثي والمراجع. زي ما احنا شايفين امامنا ترويسة المؤسسة التي تقدم البحث، اليوم، التاريخ، السنة، مرسل البحث الى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي داخل مؤسسة قطر، وله صندوق بريد. طبعا يوضع نوع التمويل اذا كان مشترك، فئة التكلفة، قديش تكلفة الوصف، المبلغ بالدولار، الفترة بالشهور، السنوات اللي راح يتنفذ عليها المشروع من سنة الى 4 تقريبا مخصص. وفي حال يفوز المشروع يتم إضافة تعهد بتقديم قيمة التمويل وتقاسم التكاليف حسب ما هو متوفر في روابط دولة قطر في هذا المجال. بعد ذلك يتم تعبئة النموذج الموجود أمامنا، رقم المشروع المستخدم هذا يترك لمؤسسة دولة قطر، عنوان المشروع باللغة الإنجليزية ثم باللغة العربية، الطلب إن تجديد مقدمه أم إعادة تقديم، أنت قدمته بدك إعادة تقديمه وتفعيله من جديد، أو أنت تجدد طلب مقدم سابقا. نوع البحث، هل هو بحث أساسي، بحث تطبيقي، بحث تجريبي، بحث تحويلي. الموضوعات ذات الأولوية الخمسة التي ذكرناها قبل قليل كيف يتم ترتيبها، المؤسسة المتقدمة بالطلب، اسم الباحث الرئيسي، وقائمة بالباحثين المشتركين الآخرين اللي معاه،
هل التمويل مشترك أو متقاسم التكاليف؟ يعني حيكون مشترك من قبل المؤسسة مع المؤسسة أو المؤسسة الأكاديمية من لديها تمويل ومؤسس صندوق قطر تمويل، فيتم الدمج بين الاثنين، أو يكون مشترك لحاله بس تكاليفه مرتبطة بمؤسسة قطر؟ توضع كافة المبالغ المالية بالدولار الأمريكي. الجدول المحتويات الملخص اللي هو بيكون عبارة عن تقديم بما يعادل 6000 حرف، بحدد إيش أهدافه والابتكارات اللي ممكن أن يقدمها المشروع، بيش بخطط فريق المشروع، كيف يعتزم فريق المشروع تنفيذ ذلك، إيش النتائج المتوقعة، إيش الأثر المترتب على هذا المشروع. النقطة التالية بتم عرض إذا كان المشروع منطبقاً، يعني إذا كان هذا المقترح مطبق يتم عرضه هذا الكلام في المقترح البحثي. يعني إذا كان مطبق وتحتاج إلى تغيير جوهري عليه بيتم إيضاح ذلك. التسويق إيش إذا كان مطبق، إيش المسوغات والمبررات اللي بتخليك تعيد دراسة النتائج وترتيب براءات الاختراع وتنمية الموارد البشرية. ثم توضع الأهداف والأهمية، الأهداف العلمية أو الفنية، الإضافات إلى المعارف الحالية، إيش أنت بدك تضيف إضافات علمية جديدة يتم ذكرها وسردها، والبيانات والدراسات الأولية القائمة ممكن تعرضها. البند رقم 5 من مكونات المقترح الذي يتم تقديمه للتمويل في قطر، ويصل التمويل إلى 400,000 دولار، سأريكم جداول بعد قليل. المنهجية وهيكل المشروع، إيش المنهجية اللي راح تتبعها، الخطوات العلمية، الأدوات اللي نستخدمها، الخطة البحثية الخاصة، وكيف أنت بدك تعمل حماية للعناصر البشرية وحماية الملكية الفكرية ورعايتهم واستخدامها وكل ما يتعلق بتطبيق أنماط الحماية. مين المشروع البحثي اللي بده يديره، بيتم ذكر المؤسسة والجهات المتعاونة وكيف بدهم يلتقوا وكيف اللي هو عملية اللي هو التكوين تبعهم. الوصف الفني للحزم الفاعلة والعاملة في المشروع، سواء كانوا طلاب دكتوراه إذا كان مشرفين، يتم ذكرهم وذكر أسمائهم ومكانهم. إيش المخرجات المتوقعة، إيش متوقع تطوير في العمل، المهام. طبعاً بتم بعد ذلك التفصيل بشكل موسع في الجداول السفلية. ثم الجدول المقترح الزمني بتحدد إيش حزمة العمل الأولى، مهمة رقم 1، 2، 3، 4، 5 في السنة، في أي شهر من السنة بتم تحديده. الأثر المتوقع بتكون محدد، إيش بدك تستدعين، مؤشرات يمكن قياس الأثر عليها في المستقبل، الأهداف الكمية متى أمكن، النتائج إيش اللي أنت بتتوقعها. توصيف الفريق البحثي، من هو البحث الرئيس، البحث الرئيس الأول، الباحثين الآخرين، أعضاء الفريق البحثي، إيش المنشورات اللي استخدموها وبراءات الاختراع اللي عندهم، إيش المساهمات اللي راح تتم باليوم بالسنة بالتفاصيل، سواء كانت داخل قطر أو خارج قطر بتم توضيحها بشكل كامل. راح نعرض مثال احنا تقدمنا فيه سابقا انا وزميل الي، كان بعنوان اللي هو مدى، طبعا مؤسسة قطر كانت لها تمويل في قطاع غزة في هذا المجال، كان عنوان البحث مدى تلوث البيئة الغزية بعناصر معدن ثقيل فعل الذخائر التي استخدمت خلال الحروب على قطاع غزة والإلية المناسبة للحد منها. واخذنا بحث اعتمد المنهج التجريبي التنجستون والكوبلت والزنك والكروم والرصاص والنيكل، بنحدد ايش القطاع، طبعا العنوان عربي انجليزي، ايش القطاع الذي ينتمي له، كان في قطاع الحاسوب تكنولوجيا المعلومات، قطاع العلوم الهندسيه والصناعيه والطاقه، قطاع الصحه والعلوم الطبيه والصيدلانيه، قطاع المياه والزراعه والبيطره، وقطاع العلوم التطبيقيه الاساسيه. احنا كان في عندنا المشروع البحثي يتقاطع في قطاعين. ثم المده المقترحه للمشروع حد اقصى 18 شهر. بعد ذلك كان اللي هو الفريق البحثي، من هو الباحث الأول اللي راح يكون البحث الرئيسي بالمتابعة معه، وإيش منصبه مدير مركز أبحاث،
ايش الدرجه العلميه، ايش التخصص تبعه، جهه العمل، البريد الالكتروني، رقم الجوال والتفاصيل الاخرى. ايش البحث كان بساهم وتكامل. طبعا احنا بسعى البحث لتطوير البحث العلمي من خلال الدراسات النوعيه وغير التقليديه لتقليص المخاطر في ظل امكانيات غير متوفره وحصار ومشكلات تتعلق بالبنيه التحتيه والطاقه وشبكات الكهرباء وشبكات المياه والاتصالات، وهذا يساهم في تنميه المجتمع العربي والفلسطيني وتعميق الخبرات بالاخطار اللي ممكن ان تؤثر عليهم. بعد ذلك نضع التكلفه الاجماليه للمشروع، قديش التمويل المطلوب من قطر، اذا كان في انا عندي مساهمه بكتب انه فيها انا عندي مساهمه، فيش مساهمه زي ما هو موجود بقول لا يوجد مساهمه، واذا كان في مساهمه بحدد مين الجهه وقديش قيمه الدعم راح تقدمه لنا. ثم بعد ذلك بتم كتابه اللي هو ملخص عن المشروع بما لا يزيد عن 350 كلمه زي ما هو موجود قدامنا، ناخذ فقره عن المشروع ثم المشكلة ثم الهدف ثم الأهمية. بعد ذلك بعد المشكلة والأهداف بنضع اللي هو المنهجية التي سيتم استخدامها مع الأدوات اللي راح نستخدمها. خلصنا البحث باللغة العربية والإنجليزي، يتم وضع ملخص للدراسات السابقة اللي هو من خلال خلفيات المشروع، الناس اللي حكوا افكار، طبعا دراسات سابقه لم تتحدث عن قطاع غزه، لكن في بعض المقالات التي نشرت من قبل بعض الخبراء بتم سردها وكتابتها في هذا المجال تقريبا. خلصنا من سرد الدراسات السابقه، بنروح للاهداف العامه والخاصه، ايش بدك تسوي، التحليل تبعك وين بده يروح، ايش توجهاته، ايش المقترحات اللي انت تشتغل عليها، كل التفاصيل العلمية التي يمكن أن تساهم في قبول البحث يجب توضيحها بشكل مباشر في هذا المجال. ثم المناهج التي تستخدم، طبعا احنا اعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج التجريبي لتوظيف بعض الطرق الكيميائية والفيزيائية للتخلق أو تخليص أو تقليص نسبة التلوث الثقيل، وتوظيف هذه المناهج في البيئة الفلسطينية. ووضعنا نتائج متوقعة كما طلب في النموذج، انه احنا بدنا نحاول نحدد مدى تلوث المناطق بالمعادن الثقيلة وكيف نبتكر آليات كيميائية وفيزيائية للتخلص منها، ونقترح سياسات تساهم في التخفيف من مخاطر التلوث وتحديد عناصر الأصالة من البحوث النادرة اللي ممكن ان تؤثر على البيئة الإسرائيلية في بيئة الاحتلال الإسرائيلي بالتلوث بالمعادن. بعد ذلك بنذكر ايش المعيقات اللي ممكن تعيق تطبيق البحث، ودير بالكم هذه المعيقات مهم جدا اركز فيها، احيانا بعض المعيقات نكتبها احنا كباحثين لا ندرك انها ممكن تكون سبب في رفض البحث. لما انا اجي اقول والله لا يوجد مختبر للفحص في قطاع غزه، معناته الكلام البحث مرفوض خلاص، مش الناس حتقول لك انا بدي البحث يجرى على ارض قطاع غزه. فبالتالي هذا من النقاط المهمه جدا ان ينظر اليها الباحث خلال بحثه أو خلال عمله. بعد ذلك بيتم المخرجات المتوقعة من انتهاء البحث، إيش المنتجات راح تطلع معنا، إذا في تطبيقات تقنيات جديدة إلى آخره وضعها وتفصيلها حتى تكون هي جزء من عملية الإقناع والإقناع للجهة الممولة. ثم كيف يتم استدامة المشروع البحثي، توضع هذا أصبحت كافة الأبحاث التي تقدم خلال العشر سنوات القادمة عنوان أساسي يجب البحث فيه أو الحديث عنه، ما هي استدامة المشروع البحثي، إلى أي مدى يرتبط باحتياجات المجتمع وحل مشكلاتهم، كيف تساهم النتائج في حل المشكلات القائمة وتطوير التقنيات والابتكارات الموجودة في هذا المجال، مين الجهات المستفيدة من البحث، وإيش الجهة، وإيش الاستفادة المتوقعة لكل جهة بتم ذكرها وتوثيقها. ثم أهم المراجع ذات الارتباط المباشر بالموضوع بتم
واضحها وكتابتها، حتى لو بدك تقابل ناس مختصين كباحث يجب أن يتم سردهم وذكرهم وذكر مواصفاتهم ومن هم هؤلاء الناس وإيش مسمياتهم الوظيفية. بعد ذلك إذا البحث بيشمل أمور أخرى، إجراء تجارب على عناصر بشرية أو خرايا أو أنسجة، بحدد بقول نعم أو لا، مواد مشعة بحدد ليه، لأنه كل تحديد بتطلب مني في البحث العلمي أو في البروبوزل أحدد أنه في إجراءات سلامة حتى أحافظ على الصحة العامة. هل في وقاية من إشعاع؟ بقول له صحيح. مبيدات، إذا في عندي إجراءات بالتعاون مع مواد خطرة برضو بدي أحددها حتى يتم الإشراف على عملية التنفيذ. بنود التمويل وموازنة المشروع البحثي، بحدد إيش اللي بدي إياه، الأجهزة والتجهيزات المطلوبة، طابعة، فحص، الفحوصات، العينات، المواد الخاصة بالتجارب، المكافآت اللي ممكن ترفع للباحثين، توضع نفقات الأخرى، مكافآت الباحثين، مساعدينهم، تكلفة إجمالية للمشروع. ثم جدولة زمنية توضح اللي هو كل نشاط وقديش بدنا يأخذ وقته في أي شهر وكم شهر بدي أشتغل عليه حتى يتم إنجاز المشروع البحثي. في النهاية راح أعرض كيف نعالج مشكلات تمويل البحث العلمي. إنه إحنا بنلاحظ طبعاً هذا بدي أفتحها مجال للنقاش، كيف إحنا ممكن نعالج مشكلات تمويل البحث العلمي في المنطقة العربية، تحتاج إلى تفكير خاصة بعد سرد بعض الإحصائيات. يبدو أن الدكتور يعاني من مشكلة في الصوت. نعتذر عن هذا الخلل لأنه فصل الكهرب عنا واضطرينا نحول على مولد. نكمل إن شاء الله. تفضل دكتور. بتكون تتحملونا معاد الفصل هالحين هو بالوقت هذا. لا كلنا نفس الحال يا دكتور، تفضل. عانكم الله. طيب يعني الإشي المحزن الصراحة لما نجد أنه تشير تقديرات أنه عدم تجاوز نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي أقل من 1% 0.5% من الناتج القومي، بينما الإنفاق على في ألمانيا 3.5%، أمريكا 2.9%، اليابان 3%، الاحتلال الإسرائيلي 4.7%. هذا يعني الصراحة إشي مقلق ويمكن بخلينا نعيد التفكير كيف نقنع صناع القرار بضرورة رفع موازنات البحث العلمي وأن يكون دعم وتمويل في مجال البحث العلمي. أيضا مساهمة القطاع الخاص تكاد تكون معدومة، تصل إلى 3% في لدى العرب، مقارنة أحيانا تصل إلى 60-70% الدول المتقدمة، وهذا الأمر مهم جدا أن يتم إشراك القطاع الخاص في هذا المجال. مستوى الإنتاجية البحثية للعرب وصلت 2% بحث فقط للبحث العرب مقابل 1.5% بحث للباحث في الدول المذكورة أعلى، فهذا الأمر يعني صراحة مقلق للغاية ويحتاج إلى إعادة تفكير.
طبعا في نموذج قطر اللي هو أنشأ الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وكانت هي عبارة عن صندوق مخصص للبحث العلمي، خصص له ما يزيد عن 5 مليار دولار في 2021، وسيتم رفعها في 2022 إلى 7 مليار. من ضمن الأمور اللي بتقوم فيها، بيقدم الباحث الطلب لدى مؤسسة قطر للدعم البحث العلمي، يجرى تقييم المقترح البحثي خلال 8 أسابيع، تدقيقه من مكتب الأبحاث خلال 10 أسابيع، بتكون فيها حركة باتجاهين بين الباحث والمؤسسة، تستمر 3 أشهر. بعد ذلك يتم فرز المقترحات بواسطة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بتستمر 4 أسابيع، ثم مراجعة المقترح البحثي بواسطة الخبراء وتقييم البرامج وتحليل المخرجات وفرز التمويل بيستمر 20 أسبوع، ثم يتم استلام الوثائق للمشاريع الممولة في 8 أسابيع، ويبدأ فعليا توقيع اتفاقيات في هذا الشهر من هذا العام. يعني حوالي تقريبا بيستغرق عملية تقييم البحث وصرف التمويلات ما يقارب العام. هي طبعا الاوقات حيفتحوا في هذا الشهر لسنه 2022 ابحاث. طبعا اول حاجه بيتم التسجيل من قبل البحث على النت، ثم عبر مكاتب الابحاث والباحثين السيين، وفتح باب تقديم المقترحات من قبل مكتب الابحاث، بعدين بيغلقوا الباب في 20 ابريل، وبيشعروا بعد ذلك المقترحات البحثيه بقبولها او عدمها في مايو، ثم شعار الناجحه بفوزها في نوفمبر ديسمبر اللي هو 2021. طبعا الحد الاقصى للمنحه من صندوق القدري، اذا كان مشروع البحث لمده سنه بيصل 180 الف دولار، سنتين 360 الف، اذا كان 4 سنوات بيصل 630 الف دولار. طبعا الوزن النسبي لطريقه اللي هو التسويق لفكرتك البحثيه، جدارة الفكرة بتوصل 25%، الأثر المتوقع 35%، خطة المشروع إذا كانت ماكنة ومصاغة بطريقة جيدة تصل إلى 20%، ومؤهلات تكامل أعداء الفريق إذا كان في تكامل بينهم يصل إلى أيضا 20%. المجموعات اللي بتتم منافسة، بتتم تصنيفها منافس بدرجة كبيرة، منافس غير منافس، لم يصل ضمن القائمة النهائية بدوها A B C D، ولم يصل طبعا سي دي مستبعد، سي المرحلة الثانية استبعاد، دي بي المرحلة الثالثة، ايه اللي هو بيكون منافسة قوية وشرسة اللي بيتم الإعلان عنهم في مايو من كل عام. تقريبا هذا ما لدي اليوم. أسمع من حضراتكم مناقشة قبل ما نفتح باب الأسئلة، كيف يمكن، نرجع لسؤالنا الأساسي، كيف يمكن أن نعالج مشكلات التمويل البحث العلمي في المنطقة العربية؟ وتفضل يا دكتورة ناجية نظمي معنا المداخلات. وكيف نعالج مشكلات تمويل البحث العلمي في المنطقة العربية؟ هذا سؤال يجيب عنه الساسة أكثر ما يجيب عنه البحاث دكتور. ولكن نحن لدينا قدرة على توجيه صناعة القرار من خلال البحث العلمي، وأنا بحكي لكم عن تجربة يعني مارستها في عنا في قطاع غزة. وقع حادث في 2020، حادث اسمه انفجار سهريج غاز في منطقة مخيم نصيرات، أودى بحياة تقريبا 30 شخص. على إثره وضعنا، عملنا دراسة اسمها واقع المخاطر المهددة بقطاع غزة، ورفعناها لصناع القرار. على إثر النتائج التي صدرت، تم تنفيذ كافة النتائج والتوصيات التي وضعت في الدراسة، من توظيف موارد بشرية مؤهلة، من توفير إمكانيات لوجستية، إعادة دراسة وتنظيم القوانين، كل ما ذكر تم تنفيذه في هذه الدراسة. وبالتالي نحن من كباحثين يعمل على توجيه صناع القرار. يعني هذه تجربة حقيقية صارت معي أنا اللي اشتغلت الدراسة. جميل جدا دكتور، نتمنى من صناع القرار أن يكونوا أمام صاغية للبحاث حتى يستطيعوا تمويل كما أسلفت البحث العلمي، وهذا هو سبب تأخر المجتمعات العربية عن غيرها من المجتمعات الأخرى بإهمالهم للبحث العلمي، هذه أحد الأسباب أعتقد ولا شك في ذلك.
نفتح المجال أمام المشاركين معنا لمن يرغب في سؤال أو مشاركة أو استيضاح أو تفضل. الدكتور معكم وهو على تم الاستعداد للمشاركة معكم في الحوار. سادة الحضور، نريد أن تكون الجلسة مجرد استماع فقط، إنما تكون مشاركة منكم. دكتورة نجية ممكن تدخل؟ تفضل. تفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيكم أولا دكتور مغير على هذه المحاضرة القيمة. إجابة على السؤال الذي طرحتموه، يعني أنا أحاول دائما أن أبتعد عن أصحاب القرار، وممكن اقتراح يعني حلول في متناول الباحثين، في متناول مخابر البحث. يعني المقترح يعني اللي ممكن يعني تطبيقه هو أن يكون مثلا مخبر البحث يكون لديه تمويل ذاتي. يعني لما لا مثلا مخبر بحث يعمل في أبحاث معينة في مجالات معينة، لما لا يكون لديه جانب للعمل على البحث العلمي المنتج، يعني تكون له منتجات ويقوم بتسويقها، وبالتالي يكون له دخل ذاتي، يعني مدخول ذاتي يساعد في البحوث وفي تنمية البحوث الأخرى. يعني هذا من جانب. من جانب ثاني يعني لاستقطاب المؤسسات الخاصة في عملية التمويل. يعني المشكل الذي نعاني حاليا في بلداننا العربية هو انعدام الثقة بين مخابر البحث أو الجامعات وبين المؤسسات الخاصة، يعني الخاص، القطاع الخاص. نعم، القطاع الخاص لا يثق في مخرجات الجامعة أو مخرجات البحث العلمي عموما، والجامعات يعني لا تتجه يعني بشكل كبير للقطاع الخاص. يعني لو نستطيع كسر هذا العائق، يعني ويكون فيه تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام فيما يخص معالجة مشاكل القطاع الخاص من طرف الباحثين، يعني ممكن يكون هناك تمويل من القطاع الخاص للبحث العلمي ربما. وشكرا لكم دكتور. كلام في غاية الأهمية دكتورة فلة، وأعتقد أننا نجب أن نفكر كيف نجذب القطاع الخاص. إذا إحنا بنقول القطاع الخاص مساهمته في الدول المتقدمة، حتى جزء من الدول النامية بيصل من 60-70%، وإحنا في الوطن العربي 3%، فهنا في مشكلة. والمشكلة تكمن في مدى قناعة القطاع الخاص فينا. يعني على سبيل المثال نشتغل جميعنا أبحاث تجريبية وتطبيقية، لكن هل فعليا هذه الأبحاث جربنا إحنا رحنا خليناها تأثر على مستوى الإنتاجية والدخل لدى القطاع الخاص؟ إذا وصلنا للمرحلة هذه أعتقد سيحدث قناعة لدى القطاع الخاص بأهمية البحث العلمي، وسيكون مساهمات في هذا المجال بشكل كبير جدا. صحيح، بارك الله. وربما هو عدم الدعم هو من جعل الباحثين تجنبوا أعمال البحث العلمي. في أحد عنده أي سؤال أو استفسار في هذه المحاضرة؟ دكتور سؤال، وهو هي إضافة وسؤال في نفس الوقت، لكن فضل. سؤال بالأحرى يعني. سلام دكتور، محاضرة قيمة الحقيقة. هل يمكن أن تكون هنالك مؤسسة بشراكة عربية، يعني بشراكة عربية يعني بتعاون من كل قطاعات التعليم العربي، تهتم بتمويل القضايا العربية يعني المختلفة أو البحث العربي، ويمكن حتى هذه الشراكة تمتد إلى الدول الأجنبية؟ يعني هل فكرة يعني مقبولة أو يمكن أن تكون كذلك، يعني مؤسسة عربية كمشتركة، يعني هذه الشراكة بين قطاعات التعليم العالي العربي
ولها قضايا، تدرس قضايا العالم العربي، ويمكن حتى تمتد هذه الشراكة إلى العالم المتقدم، يعني الدول ممكن العالم الغربي. ممكن ويمكن تطبيق ذلك من خلال مجلس وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العربي الذي يتبع لجامعة الدول العربية. أيضا في موضوع جدا قيم نحن نغفله بشكل كبير ولا يوجد لنا مساهمات فيه، الأمم المتحدة كل سنة عندها موازنة كبيرة جدا لدعم البحث العلمي. لما نبحث عن مستوى مشاركات الباحثين العرب فيه بلاقيها متدنية. قديش إحنا بنحاول، هاي الدكتورة بتقول لنا نعم موجودة، وفي اتحاد الجامعات العربية، في اتحاد الجامعات الإسلامية، وفي مجلس وزراء التعليم العالي، ممكن يكون شراكات وتطوير ومساهمات من المؤسسات في هذا المجال. إحنا قديش كباحثين عرب قدرنا نخترق مؤسسات المتحدة ومنظمات المتحدة لنصل للقناعة التي تمنح الوطن العربي تمويل لعلاج المشكلات وحلها في هذا المجال. مداخلة أخرى. يا ربما تعليقات من المشاركين، ربما مثلا أحدهم يكتب أن الوطن العربي غير داعمين للأبحاث العلمية، وأغلبهم يخدم المجتمع المحلي، المفروض تكون من واقع المجتمع المحلي، وخاصة قطاع التعليم ما قبل الجامعة وخدمة المجتمع المحلي. هو دائما تعتقد ايش السبب يا دكتورة؟ انه احنا في فجوة بين النظرية والتطبيق، بالفعل والفجوة واضحة جدا، واحنا لو بدنا نمارس ندمج بين النظرية والتطبيق سيكون في ارتباط قوي بين مخابر البحث العلمي والقطاع الخاص وتعزيزه. مداخلة أخرى. ورغم أنه موجودة مع الجامعات مخابر بحثية، ولكن يعني دون إنتاج للأسف. يعني راح تتفاجئوا أنه قطر في عام 2022 متوقعة أنها تنفق على البحث العلمي 56.13 مليار دولار. هذه دولة من الدول، هي جميل. الأعلى في يعني معدلاتها في البحث العلمي تعتبر الأعلى من على مستوى طبعا العالم، يعني إلها مؤشر قوي جدا. بعد ما كان قديش؟ كان 2.2 مليار، شوف قديش الفارق، اختلاف، صعود غير عادي. صعود غير طبيعي. وهناك أيضا يعني أمر متعلق بالبحث العلمي في الوطن العربي، وهو اهتمام الباحث واهتمام الجامعات، خاصة يعني الباحثين كما ذكرت إحداهن في التعليقات، يعني اهتمامنا فقط بالبحث العلمي من أجل الترقية، يعني الترقية الأكاديمية. هناك أمر ثاني، يعني موجود شراكة بين الجامعات العربية وجامعات أجنبية، لكن يعني أنا أرى شخصياً أن هذه الشراكة تخدم بدرجة أكبر المخابر يعني في الغرب. إذا كان مثلاً موضوع البحث العلمي الذي نتعاون عليه هو موضوع يعني تستفيد منه المخابر الأجنبية، لأنه ما فيش بنى تحتية في الوطن العربي، فبالتالي يعني تطور البحث العلمي في الوطن العربي يبقى على حاله، بينما الدول الأخرى تستغل تلك الأبحاث يعني وتفعلها على الأرض من أجل التطوير، يعني تطوير منتجاتها، تطوير مخابرها، تطوير جامعاتها وما إلى ذلك. يعني هذه النقطتين هما من الإشكاليات الموجودة عندنا في الوطن العربي. أحسنت يا دكتور، صحيح المشكلة. كان في إحنا شغلة تانية، ممكن إحنا نشتغل كل بحثنا العلمي نبحث عنه ونقدمه الغرب، وعندنا ما نشتغلش ولا حاجة. كتير بتلاقي ناس مجرد ما يصير باحث مباشرة وين انتقل؟ انتقل للعمل في دول أوروبا أو في أمريكا أو ما شابه ذلك، وهذا طبعا من القضايا اللي تعتبر
مؤثرة بشكل سلبي على المجتمع. صحيح، الاستقطاب، استقطاب الكفاءات. صحيح، لأن الباحث عندما لا يجد في بلده من يدعمه بيحتاج، هو يعني هو صاحب معلومة وصاحب فكر، فيبحث لمن يدعمه ويقوم بالتبني، وهذا من حقك أراها وجهة نظر طبعا. صحيح، يعني هي من حقه كباحث كإنسان، لكن يبقى أيضا هناك جانب هو حق الوطن. يعني أحيانا نضطر، لا أقول أن نتنازل، لكن نجعل جزء من تضحياتنا للوطن. يعني هذا، يعني نضرب مثال كما كان يعني في البداية ذكر الأستاذ كريم، يعني أنه كل من يعمل في المركز العربي الديمقراطي هو يعمل تطوعا، لما لا يكون لنا دائما جانب من التطوع لترقية الوطن. وطبعا يبقى من حق الباحث أنه يرقي نفسه بطريقة طبعا التي تناسبه، لا أعرف، ربما وجهة نظر. دكتور محمد، تفضل يا دكتورة. إذا كان لديك ما تضيف أو تريد أن تختم به، لأن يبدو أن الباحثين، أنا ما أريد أن أختتم، التعليقات وليس التساؤلات كانت لديها، أريد أن أختتم المحاضرة في بعض النقاط. النقطة الأولى، التعب أو التعب الذي يجريه الباحث في الإخراج للمشروع البحثي المرسل للجهات الممولة مهم جدا. جهد الباحث يجب أن يبرز، شخصيته وملكاته الفكرية يجب أن تنعكس في كتابة المقترح البحثي. النقطة التالية، كيف يمكن أن يكون للباحث أساليب تسويقية وإقناع وتأثير يخلي المقترح البحثي يعبر عن نفسه؟ إذا احنا وصلنا للمقترح البحثي يعبر عن نفسه والمعوقات تحاول أن تكون واقعية، قديش أنا بقدر أصل إن شاء الله تمويل للبحث العلمي. وإن شاء الله ربنا يقدر أن يكون من خلال هذه المنصة دعوة للمركز الديمقراطي العربي أن يكون له نصيب من ميزانية البحث العلمي الذي تنفقه الاتحاد الأوروبي بحكم وجوده في ألمانيا. وإن شاء الله يعني تصل هذه الرسالة للأستاذ عمار، للإخوة القائمين في المركز، كيف يمكن أن نستفيد من موازنات البحث العلمي عبر مشاريع بحثية يتم تحت إشراف المركز الديمقراطي العربي والمنتدى العربي، منتدى البحث العلمي العربي، بصيغة هذه المشاريع وإسقاطها أو توفير تمويل الباحثين في الوطن العربي، مما يساهم في تعزيز منظومة البحث العلمي. وبارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذا اللقاء وعلى صبركم علي في التأخير. شكرا دكتور، بالفعل هي محاضرة أتمنى أن يستفاد منها الجميع. البحث العلمي هو موضوع مهم، وأكيد الدكتور محمد رمضان الأغا لديه ما يقوله في هذه الجزئية. لم نسمع صوتك الليلة دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. كنت أنا سعيد جدا ومستمتع بهذا النقاش وبالمحاضرة و بالعناوين التي تم ذكرها، وهو موضوع مهم جدا وحساس، موضوع التمويل، موضوع البحث عن التمويل، موضوع جذب الجهات الممولة إلى ولوج طريق دعم البحث العلمي بالطرق المختلفة. حقيقة يعني أشكركم جميعا، الدكتور محمد، الدكتورة نجية، الدكتورة فلة، الحضور جميعا على هذا الصبر في متابعة هذه الدورة القيمة التي ننهي اليوم السادس فيها. بقي لدينا لقاءان السبت والأحد
بإذن الله القادمين، سنحدد بإذن الله يوم السبت موعد آخر لورشة عمل نتناول فيها كل ما طرح هنا من أفكار ومقترحات مختلفة متعددة، سواء من الحضور الإخوة الباحثين الحضور أو الإخوة المحاضرين أو ما تولد من خلال النقاش. سنحاول إن شاء الله تعالى أن نجمع كل ذلك ونركز بحيث أنه يختم قضية البحث العلمي في الوطن العربي. صحيح لدي بعض المقترحات التي قد تصلح للنقاش وتطوير الأفكار التي تم نقاشها وعرضها هذه الليلة وفي الأيام السابقة. مثلا مهم جدا أنه احنا يكون في عندنا زي العالم اليوم متوجه زي ما ذكر الدكتور محمد في دول مختلفة قاعدة بتمول، الولايات المتحدة بتمول، الأمم المتحدة بتمول، دول أوروبية، الاتحاد الأوروبي، حتى الدول العربية. احنا لا يجب ان احنا نقول انه الدول العربية ولا لا تمول، لا، هناك تمويل، يعني قطر جزء من التمويل، مثلا الكويت احيانا تمول، كانت بعض دول الخليج ايضا تمول البحث العلمي في دول عربية مختلفة بطرق مختلفة. طبعا الممولين مختلفين، عندنا هنا في ممولين حكوميين وممولين حكوميين بمولوا مؤسسات حكومية ما بين الدول العربية. في عندنا ممولين آخرين عبارة عن منظمات غير حكومية موجودين متعددين خصوصا في دول الخليج العربي، بمولوا حتى في خارج الدول العربية، يعني ليست فقط الصناديق الموجودة والدعم هي صناديق حكومية، عندنا أيضا صناديق غير حكومية. الشغلة الثالثة وهي القطاع الخاص، يجب الاهتمام بالقطاع الخاص قدر الإمكان، وأنه يصير في عندنا نوع من العلاقة المتينة مع القطاع الخاص، بحيث أنه القطاع الخاص هو في كل الدنيا في كل العالم، القطاع العام يضع الخطط ويضع الرؤى ويضع الأفكار، القطاع الخاص هو الذي يطبق العمل الاقتصادي والتنموي اللي بيصعد بالبلد. التعليم أهميته كبيرة جدا في ذلك، وبالتالي كيف يمكن جذب القطاع الخاص إلى ما هي المؤسسات اللي ممكن أنها تمول؟ بعض المؤسسات أيضا القطاع الخاص في دول الخليج كمان عشان نقول بوضوح بيمنح منح وجوائز ومختلفة متعددة بحثية أو للباحثين أو إلى آخره. هذول الناس يجب أن يكون عندنا، خلينا نتكلم بطريقة أخرى، وهي أنه محتاجين يكون في عندنا واحد ربما من مخرجات هذا اللقاء هذه الدورة أن يكون في عندنا بنك كوثيقة أو كتاب من المخرجات اللي احنا خلينا نأمل انه احنا نضعها في توصياتنا، انه يحتوي على عناوين مختلفة للمؤسسات العربية التي تدعم البحث العلمي، سواء البحث العلمي في داخل الدولة نفسها، هذه المؤسسة ممكن تكون حكومية أو غير حكومية في داخل الدولة نفسها أو في الدولة ودول أخرى، يعني في داخل مثلا نقول والله في داخل الجزائر مثلا أو المغرب أو داخل دولة الكويت، تعطي للدول للجامعات نفسها والباحثين نفسهم الموجودين في داخل الدولة. هناك دول أخرى زي مثلا ما ذكر الدكتور محمد في اللقاء أنه مثلا والله قطر بتعطي لدول أخرى، الكويت بتعطي دول أخرى، المملكة العربية السعودية فيها أيضا من أحلى دول أخرى، الأوروبا دول الأوروبا وأمريكا أيضا فيهم دول فيهم مؤسسات بتعطي أبحاث أو دعم أبحاث في دول أخرى. طبعا يعني خلينا إحنا كمان نكون أكثر وضوحا،
يعني معظم المال اللي بيجي من الدول الأوروبية والغربية يوجه البحث العلمي يوجه إلى أبحاث تخدم السياسات الغربية بطريقة أو بأخرى، لكن هناك بعض الدعم الآخر يكون يعني علمي مجرد، خلينا نتكلم عليه، أو يبدو كذلك. لذلك وجود مثل هذا الكتاب أو الكتيب أو الوثيقة أو المخرج، بحيث أن احنا والله نتعرف على هذه المؤسسات. اثنين، ايضا احنا كمان بدنا، يمكن احنا كنا تكلمنا في الكتاب اللي طلع عن منتدى البحث العلمي والمركز الديمقراطي لأولويات البحث العلمي في الوطن العربي، كان على شكل اللي هو أولويات، أولويات اللي عبارة عن، خلينا نتكلم، اللي صدر في الكتاب عبارة عن أبحاث تطرق القضايا. الآن هل يمكن تحويل هذه الأبحاث، السؤال الثاني، المخرج اللي احنا ممكن نطور فيه أدائنا اليوم في هذه الدورة وأدائنا في منتدى البحث العلمي احنا والمركز الديمقراطي مع بعض، انه احنا نطور هذا الشيء الى خطة بحثية تحتوي على برامج بحثية ومشاريع ايضا بحثية، والمشروع كل مشروع يذكر والله اهداف هذا المشروع، على سبيل المثال مكان تطبيقه، الشركاء اللي بتطبقوه، تكلفة التمويل، المؤسسات المقترحة اللي ممكن إنها تموله أو تهتم فيه، القضايا الرئيسية، المجالات الرئيسية اللي كل مؤسسة من المؤسسات بتحاول إنها تمول فيها، لأنه بعض المؤسسات على سبيل المثال تمول الجوانب الصحية، بعضها اقتصادية تنموية، بعضها علمية، بعضها ثقافية على سبيل المثال، بعضها لها علاقة بالديمقراطية وإلى آخره، والجوانب الاجتماعية والمرأة والطفل والبيئة وإلى آخره. هذه أيضا عناوين مهمة يجب أنه إذا احنا بدنا نخرج بتوصية أنه هذا الكتاب أو المخرج أنه يحتوي على كل هذه التفاصيل، وهذا طبعا يحتاج منا إلى جهود. النقطة الثالثة أتكلم هي أنه خلينا نذكر جامعة هارفارد في الولايات المتحدة على سبيل المثال، واحدة من الجامعات أو تعتبر من، يعني بيعتبروها من الجامعات اللي دائما بتاخد تصنيف عالي جدا، يعني من الخمسة الأوائل على مستوى جامعات العالم. التمويل أو عندهم وقف، وقف للجامعة، الوقف هذا قيمته اليوم يمكن في 2020 أو 21 كان بيوصل إلى 44 أو 45 مليار دولار، الدخل تبع الوقف هذا بوصل حوالي 10 مليار دولار سنوياً، بتم جزء مهم جداً من 10 مليار سنوياً في داخل الجامعة بتم منه تمويل البحث العلمي وبعض الأنشطة الأخرى. هل يمكن أنه يكون في عنا إحنا وقف؟ كمان كلمة معروفة أود أن أقولها، الأوروبيين والأمريكان بيقولوا أنه إحنا نشكر أو مدينين بدرجة كبيرة للعالم الإسلامي أو للأمة الإسلامية أنهم أهدونا، أهدوا أوروبا وأمريكا الوقف. لذلك في العالم اليوم موجود عندنا ثلاث قطاعات المعروفة، القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبعدين في عندنا القطاع العمل الأهلي أو القطاع الغير حكومي. في العالم الإسلامي وضع قطاع آخر وهو القطاع الوقفي أو قطاع الوقف. لذلك استفاد الغرب من هذا القطاع، ومعظم الجامعات الغربية معظمها أصبح لها أوقاف تمول البحث العلمي، وإحنا أصحاب الوقف وأصحاب نظرية الوقف اللي سنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عشان إحنا نكون واضحين، حينما
انتقل إلى الرفيق الأعلى كان لزوجاته أمهاتنا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، كان له وقف عاشت كل أمهات المؤمنين منه اللي بقوا بعده وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، عاشوا من هذا الوقف النبوي، ولم يعني تحتاج أي زوجة من زوجاته إلى مساعدة من هنا أو من هناك، وإنما من مال الوقف الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم له. هل هناك عندنا مثلا سبيل المثال وقف علمي، وقف بحثي يجب أن نفكر في هذه الأشياء ونشجع سواء قطاع خاص أو قطاع خيري أو أي شيء، إنه إحنا نبدأ في تأسيس مؤسسات عربية إسلامية على مدار العالم ككل في الدول العربية ككل. هذه مؤسسات طبعا بعض الدول قد يعني تدعمها، بعض الدول أو الحكومات تدعمها، بعض الدول ربما تقول ادعموا أنفسكم بأنفسكم، بعض الدول ممكن إنها يعني تترك هذا الموضوع، أنتم أحرار. هل يمكن أن تكون لدى معاهدنا وجامعاتنا ومؤسساتنا وحتى علماءنا وباحثينا أن يكون في عندهم أوقاف تستثمر في ذلك؟ أعتقد أنه الجميع الباحثين يتفقون أنه ضروري يكون عندنا أبحاث، لذلك ممكن جدا أن يكون واحدة من التوصيات اللي احنا بدنا نطلع فيها من هذه الدورة ومن أولويات البحث العلمي، الكتاب الذي صدر قبل شهور، أنه احنا نبحث عن وقف أو تأسيس وقف في حال العجز اللي احنا بنتكلم عليه، أنه البحث العلمي زي ما تكلم الدكتور الحكومات أو العربية نتيجة الظروف المحيطة يعني لا تنفق على البحث العلمي ما يؤدي إلى تطوير الأمة وتطوير الدول وتطوير السكان والمواطنين العرب من المحيط إلى الخليج. لذلك المبادرة يجب أنه جزء مهم من المبادرة يجب أن يكون من الباحثين، وكل باحث بيعمل في بلده في دولته في مكانه وين عايش من أجل أنه إحنا نسمو بهذا. مهم جدا كمان الكلام اللي تحدثت فيه الدكتور كله أنه القطاع الخاص والدكتور محمد كمان أنه القطاع الخاص يكون له دوره المهم، لكن عندنا كيف يمكن جلب أو جذب القطاع الخاص إلى 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 هذا المجال البحثي. التجربة عندنا تجربة، إحنا تجربة على سبيل المثال التجربة الماليزية والتجربة التركية والتجربة هذه كدول إسلامية هنتكلم، عندنا التجربتين المشهورات التجربة الألمانية والتجربة اليابانية بعد الانهيار الكامل في الحرب العالمية الثانية توجهوا إلى التعليم والبحث العلمي، كذلك في ماليزيا وتركيا كدول إسلامية توجهوا إلى التعليم والبحث العلمي وخلق بيئة مناسبة وبيئة ملائمة وموائمة للبحث العلمي. وحتى بعض الدول من هؤلاء حتى الأربعة الدول الأربعة توجهوا إلى تغيير أساسي بدرجة كبيرة في طبيعة المناهج التعليمية والتعليمية حتى في المدارس الابتدائية اللي هي بداية المدارس المراحل الأولى ثم بعد ذلك جزء مهم إلى الجامعات، وتعاون ما بين هؤلاء جميعا ما بين هذه الدول أو هذه المؤسسات والمختلفة مع العلماء. لذلك أعتقد والله أعلم أنه بده يكون عندنا مبادرة أساسية أو مجموعة مبادرات، الأولى المبادرة بإصدار مثلاً هذا الكتاب أو الكتيب اللي بنتحدث فيه أو الوثيقة بنتحدث فيه على المجالات اللي إحنا والله بدنا نطورها، بنك المؤسسات الموجودة واللي ممكن تدعم سواء هذه المؤسسات في الدول العربية أو الأجنبية ممكن تصنيفها، واللي بدور في الشبكة العنكبوتية حنلاقي كثير من هذه المؤسسات
موجودة، لكن احنا بدنا المؤسسات التي نستطيع التعامل معها ويمكن فرزها بطريقة أو بأخرى، تشجيع رجال الأعمال العرب والقطاع الخاص في سبيل أنهم يوصلوا إلى هذا الشيء. جوائز كثيرة قاعدة تقدم، ممكن التواصل مع هؤلاء، أو ممكن حتى نعمل احنا يوم اليوم مؤتمر ما بين الباحثين العرب وأمالهم طموحاتهم، عرض المشكلات الموجودة مع القطاع الخاص، ربما يكون أكثر استجابة من الحكومات، وربما الحكومات أيضا يكون لها استجابة. لكن دائما تجربة تبعتنا مع حكوماتنا العربية والإسلامية بتخلينا شوية يعني بنتراجع، أو بصير عندنا حالة من يعني بدناش نسميها يأس أو إحباط، حاجة من يعني أو المهم الآن ما نريد في الشغلة الثانية أنه ما هي القضايا الساخنة البحثية الساخنة التي نريد إحنا نبحثها وتكون تغييرية وتطويرية وتحويلية في بلادنا العربية والإسلامية. ثلاثة اللي هم الباحثين الذين يرغبون في أنهم يكونوا موجودين في هذه المجالات المختلفة، بحيث تكون في عندنا اليوم العالم الموضوعات الساخنة عنده عشان نتكلم ونكون واضحين. عندنا الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، هذا موضوع ساخن عندنا، وهذا مستقبل الوطن العربي في طبعا في المستقبل المنظور كما يتحدث كثير، انه احنا راح الطاقة التقليدية راح تنضب ويتجه العالم إلى التنمية أيضا الزراعية وإنتاج الغذاء والأمن الغذائي، الطاقة والأمن الغذائي هذه من الأولويات المهمة جدا في البحث العلمي. المواضيع الصحية أيضا من الشغلات المهمة، التكنولوجيا بكل أنواعها والذكاء الاصطناعي والشغلات هذه كمان أيضا تعتبر أولويات بدرجة كبيرة، وبالتالي كل هذه مواضيع ساخنة. وبعتقد أنه في عندنا اليوم جيل من الشباب العربي الواعد الموجود ما بيننا، وربما موجودين معنا هنا، وربما يتابعون في الجامعات، يتابعون حتى على منصات المركز الديمقراطي. وكل هؤلاء الآن بعتقد أنه هذا الجيل، جيل الجيل الرقمي خلينا نسميه، اللي هو جيل الناس اللي ولدوا في هذه الألفية الجديدة اللي هو من 2000 وحتى الآن، يعني الناس اللي ولدوا في سنة 2000 واليوم 2022 معظمهم أصبحوا اليوم خريجين المرحلة الجامعية الأولى البكالوريوس، وبالتالي طريقة تعليمهم، طريقة تفكيرهم، طريقة تعاملهم، وجودهم وتعرضهم لهذه البيئة التكنولوجية العالية، العالم، التواصل الاجتماعي ما بينهم وباستخدام الأجهزة التكنولوجية المختلفة والبرمجة والحواسيب وإلى آخره، كل هذا صحيح بشجعهم أنهم يروحوا إلى ذلك. لا أريد يعني أعتقد أنني أطلت، لكن يعني كان لابد من طرح هذه الأفكار لتوضع أيضا ضمن ورشة العمل التي نرغب في الإعلان عنها بإذن الله تعالى يوم السبت، ليحضرها من يشاء ويحضر لها من يشاء، بحيث تكون في عندنا المداخلات الموجودة للجميع ومن الجميع. سامحونا واعذرونا إذا أطلنا، بارك الله فيكم، نشكركم مرة أخرى جميعا الحضور جميعا على هذه المحاضرة الشيقة والنقاش الشيق من الإخوة الحضور، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمد رمضان الأغا. البحث العلمي بالفعل هو مجالات واسعة، والحديث يطول فيه في كل مناسبة.
أني تمنيت هي ملاحظة واحدة فقط، تمنيت من الدكتور محمد الأغا أو الدكتور محمد المغير هو المعيار الذي المعيار الأساسي الذي يمكن أن يحصل به البحث العلمي على التمويل من دول أخرى، ليس في دولة ولكن في دولته الباحث ولكن في دول ثانية، يعني البحث الذي يشد الانتباه المعيار الأساسي هو اللي يمكن أن يحصل به الباحث على دعم خارجي أو تمويل. نتمنى تكون هذه الملحوظة في كتيب في الكتيب الذي سوف تعدونه لهذا الموضوع. نذكر بإذن الله في جلسة السبت والأحد ستكون عن تحليل النتائج وعرضها دكتورة فلة بالقمح يوم السبت، والدكتور محمد رمضان الأغا يوم الأحد عن بناء العلاقات العلمية بين الباحثين والمؤسسات في إنجاح البحوث العلمية التطبيقية. بهذا نكون أنهينا جلستنا اليوم من الدورة التدريبية حول منهجيات البحث العلمي. شكراً دكتور محمد الأغا ودكتور محمد المغير، شكراً للباحثين والمشاركين الذين تواجدوا معنا في هذه المحاضرة. من جهتي أقول لكم تصبحون على خير. وأستاذ كريم، بماذا تريد أن تختم؟ أشكرك دكتورة وأشكر بقية الحضور ومؤطري الدورة أيضاً. أعتقد أننا ناقشنا بما فيه الكفاية، ونحن دوماً كما قال الدكتور محمد رمضان الأغا باب مفتوح لكل المبادرات الأكاديمية والعلمية الهادفة. أحييكم وأقدم لكم أمنياتي بأن تبقوا وتظلوا في صحة جيدة وأن تحافظوا على أنفسكم من البرد الشديد القارس الذي يجتاح بلداننا العربية ومن هذا الفيروس الذي لم يرد أن يغادرنا حتى يأخذ منا أعز الأصدقاء. ليلتكم طيبة وملقانا في بقية أنشطة المركز الديمقراطي العربي. تحياتي وتحيات الأستاذ عمار شرعان، إلى اللقاء.